فكان في جو للعيد، العيد يجنن. تقريبا 90% بيشبه الخروف البلدي. شايفة أهم إشي الكبدي والمعلاك أنا شايفة. يسعد صباحكم وكل عام وأنتوا بألف خير. اليوم متواجدين معاكم في وسط مدينة رام الله لنعيش معكم أجواء عيد الأضحى المبارك، تابعونا. بيبدأ بالأضحية، إحنا موجودين في مسلخ بلدية البيرة ورح نعرف عن وضع الأضاحي في البلد من محمود مرار. محمود صباح الخير. صباح النور، أهلا فيك. لما يسعد صباحك. الله يخليك محمود، احكي لنا شو وضع الأضاحي بالبلد السنة. هلأ الأضاحي موجودة تقريبا بالضفة الغربية بكميات، استوردها من البرتغال وفرنسا ثلاث شحنات، بس كإقبال على الأضاحي يعني للأسف إن أسبوع ضايل أسبوع للعيد لا يوجد إقبال. تأخرت الرواتب. تأخرت الرواتب صحيح. محمود، في ناس بتفكر إنه الخراف المستوردة أقل جودة مثلاً من الخراف البلدية. تمام، هلأ هاي الفكرة كانت قديمة لأنه كانوا يستوردوا من دول، هو نفس الخروف هناك يعني مش نفس جودة الخروف مثلاً الفرنسي أو البرتغالي. هلأ الخروف الفرنسي تقريباً 90% بيشبه الخروف البلدي. تمام، لأنه برجع بحكي لك العلف نفس العلف والشكل وبيجي طويل يعني الخروف. تمام، هلا بشكل عام نحكي هذا الخروف جودته، جوده الخروف المستورد، لانه ما بيسمحوا لنا من كل الدول نستورد، بس من دول معينه لها بروتوكولات. فاحنا الخروف الفرنسي او البرتغالي تقريبا 90% وممكن اكثر شوي بيشبه الخروف البلدي. طب والخرفان البلديه وينها؟ الخرفان البلديه لها زي ما بيحكوا لها زباينها. هلا الاسعار بالنسبه للسنوات اللي فاتت تقريبا نفس الافرج كل الاسعار، ممكن ارتفاع طفيف لانه سعر العلف ارتفع بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، سعر العلف ارتفع، المي ارتفعت، كل شيء ارتفع، النقل في البواخر ارتفع كمان، فطبيعي جدا بالنسبة للغلاء الموجود انه سعر الأضاحي يرتفع يعني كمية بسيطة خلينا نحكي. تمام. طيب احنا الناس اللي عم بيشوفونا اليوم بيشوفونا بوقفة عرفة، ان شاء الله بتكون الأوضاع تحسنت ان شاء الله يا رب. ان شاء الله والناس أقبلت على شراء الأضحية. ان شاء الله يا رب. كل سنة وانت سالم. وانت سالم، الله يخليك. العيد غير صلة الأرحام ولمة العيلة وفطور فلسطيني من منة الدار وكعكات من إيدين أم محمد. اليوم رح نعيش معاكم أجواء العيد في بيت الست أم محمد، تعالوا معنا. صباح الخير. يا صباح الورد. هلا هلا وسهلا. هلا تسلمين. تسلمي يا رب، الله يسعدك. خليك يا جايب وقتي على الفطور. أهلا وسهلا خلق أم محمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا. أم وتيتا، تيتا ختومة زي ما بيحكوا لك الأطفال. أيوة بالضبط. وربة بيت وكمان عندك مشروعك الخاص. صحيح. أول إشي ما نحكي عن العيلة الحلوة المجموعة اليوم، هدول مش كلهم. لا مش كلهم، جزء منهم. جزء منهم. بس يعني محظوظين إنه نشوف هالجزء الحلو كمان. حبيبتي سعدك. وحبينا نعرف عن عيلتكم أكثر. شوفي أنا ست بيت، عندي 5 بنات وشاب. طبعا عندي 12 حفيد انا. خلي لك اياهم. يعني كبروا الاولاد والاحفاد، راحوا كلهم على المدارس، فصار عندي فراغ كبير يعني. فشي يعني انا من النوع اللي بعمل مخللات ولبن وزيتون دائما باستمرار يعني. فكل انت شو رايك تشغلي وقتك مثلا، تعملي نعمل مشروع صغير في البيت على قدك، يعني ما ترهق حالك ولا شيء. فاولها كنت متردده بصراحه، يعني كنت خايفه متردده شو انزل مشروع وبيع، انا اول مره اول تجربه، وبعدين انا مش صغيره يعني، انا عمري فوق 66 سنه. فكل شجع يعني، لا شغلك منيح مش عارف شو، انت يعني فيك شويه نشاط لسه يعني بتشتغلي. فبلشت في الموضوع في المشروع الصغير هذا الحمد لله، طبعا مساعده بناتي ودار ابني والاحفاد كلهم يعني. صحيح يعني كل واحد اشتغل من جهه. كل الاصناف فعليا يعني انت بتعمليها في مشروعك جاي منك، وانت كمان اخذتيها عن أهلك. عن امي وعن ستي وعن خالتي وعن عمتي، بتعرفي يعني هاي الاشياء. انا يعني المكدوس مثلا، الجبن اللبني، كل هذا بعمله عن طريقه امي.
ما بعجيب الأشياء الجديدة الطرق الحديثة. ليش؟ بدي الطعم القديم يضل زي ما هو، وما بستخدم إلا زيت الزيتون والمراتبين الكزاز، لأن مشان ما يتغير الطعم ولا يتأكسد مع البلاستيك، وأضل لونه محافظ عليه حتى يعني بعطيه عمر، مع أنه أنا بشتغل بدون مواد حافظة، ما بستخدم المواد الحافظة أبدا، لأنه بزيت زيتون ومرتبنات كزاز، فبتلاقي بحافظ على الطعم واللون والشكل. طب وبعيدا عن مونة الدار، بدنا نحكي عنكم كعيلة، يعني عن أولادك، على كيف تربيتيهم، اسم الله مجموعين بهالعيد كلهم، الله يخليك آه يوم الحمد لله كلهم بيجتمعوا عندي بالعيد، دائما لمة العيد موجودة. قبل العيد بيجوا بحضروا معي، بنعمل الكعك مع بعض، بنعمل أي شيء بدنا نعمله، يعني كلهم بشاركوني فيه كلياتهم الحمد لله. تعالى بدك تفطرينا من مونتك؟ آه طبعا تفضلوا، أهلا وسهلا. عندنا المكدوس المفروم، مكدوس الحب، عندك اللبنة بأنواعها، يعني بعمل دبس الفليفلة، زبدة الزيتون، ورق جديد نزلت ورق دوالي باللبنة بعمله، كان نوع من أنواع المقبلات، زيت والزعتر، الزعتر بعمله على إيدي، كل شيء الحمد لله، مربى الفراولة كله بعمله عندي بالبيت على إيدي، ما بعدين وصفاتي أنا إلي لحالي، يعني شايفي ما بخلي حد يتدخل فيها، لأنه أنا طعم الطعم عندي مشان ما يتغير، فأنا اللي بمسك كل إشي، هم عمال مساعدين بس. وصلنا لفقرة ما قبل العيد، عن جد تحضيرات العيد. تحضيرات العيد، بدنا تغششينا وصفتك تبعت الكعك. والله يهمك، فيش تغشيش يعني شغلي. مرحبا بك. بحط كل كيلو سميد 450 جرام زبدة، إذا بختارها من نوع الزبدة يعني مش المرجرين، المرجرين فيها نسبة مية عالية، بس الزبدة ما فيها مية فبتزبط مع الكعك أكثر. هاي طريقتي، كل كيلو سميد 450 جرام من الزبدة، أو إذا حدا بيحب السمنة البيضاء أو سمنة الحلو بأي نوع سمنة، بس أنا بستخدم الزبدة، بضل الكعك أطرى وما بنشف. طب خالتو، شايفين هالأطفال والصبايا والشباب يعني كلياتهم حواليكي اسم الله، واليوم إحنا في زمن يمكن الدنيا هيك أخذتنا وسرقتنا من هاي أجواء العيلة اللي هالقد حميمية، شو القيم اللي ربيتي بناتك وولادك عليها عشان تستمر هاي العيلة بهاي الصورة؟ تعرفي المحبة واللمة أهم إشي، اللمة. أنا طول عمري بيت أهلي بيت لمة، وبيت دار حماي نفس الشيء، فعودتهم إنه اللمة أهم إشي في الدنيا، دائما يكونوا ملمومين مع بعض في أي مناسبة، في الفرح لا سمح الله، في الكاره يكونوا كلهم حوالين بعض، فالحمد لله متعودين. وبعدين أنا يعني فاتحة بيتي ما بضايق الصغار، الصغار هم بحبوا بميلوا للناس السهل، للواحد السهل، أنا بتساهل معهم كثير، هم حتى دائما بيحتجوا إنك أنت دائما مدلعة، دائما بحبهم عشان يضلوا عندي حواليا، فبشو ما بيعملوا بيعملوا براحتهم، دائما ملمومين عندي الحمد لله. الكل بيجي الحمد لله، البيت مفتوح إن شاء الله، بيوت الناس كلها بضل مفتوحة إن شاء الله. يا ربي الله يخليك يسعدك. بدنا نحكي عن أجواء العيد، يعني كيف بتقضوا عيدكم؟ أول شيء يعني أول يوم طبعاً الصبح كل واحدة متزوجة من بناتي بتعيدوا عند دار بيت زواجهم، يعني دار حماهم عند البيت الكبير، طبعاً كل عيل لهم الأب والكبير بالتم، وبعد الظهر كلهم بيجوا عندي. يعني زمان كنا للعيد مثلاً أولاد صغار مين كان، كيف كنا نعمل الكعك مثلاً، نلم كل ستات الحارة الجيران، إحنا كل ليلة نسهر نعمل لوحدة، كل ليلة نلم مثلا اليوم إلي، بكرة جارة التاني، بعد جارة التاني، فكان في جو للعيد، العيد يجنن. يوم العيد مثلا فطور العيد، فطور العيد بفطر يعني أنا بعيد أضحى، بالعادة في ذبايح في ذبايح، فبنفطر مثلا أنا ودار ابني بنفطر مع بعض، بعد الظهر مرات بنتغدى كلنا، سو كبدة ومعلاك، كبدة والمعلاك والشغلات هذا شايفة أهم إيش، الكبدة والمعلاك هذا شايفة، فبنفطر هاي فطور العيد هاي، وبتعمل كل حضرين القهوة السادة، حضرين الكعك، التمر، الشوكولاتة، كله بيكون جاهز على الطاولات، والكل بيجوا الحمد لله بعيد على بعض. يعني هو العيد طبعا احنا بنفقد يعني بنذكر اللي فقدناهم، صحيح اكيد، بس بالنهاية بدك تضلي انت محافظة على هالبسمة مع هالولاد والضحك، انت بتضلي محافظة على هالبيت مشان ضل ملموم الكل حواليك. ما
من قعدة البيوت ودفى الأجواء العائلية بننتقل معاكم لوسط مدينة رام الله لنعيد على أهلها. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم سالمين ونعاد عليكم إن شاء الله بالخير والصحة والسلام يا رب. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير يا رب. أضحى مبارك علينا وعلى الجميع. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يكون أضحى مبارك. إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والصحة وهدات البال يا خالتي. كل سنة وأنتم سالمين. كل سنة وأنتم سالمين، عيد أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وانتم بخير وان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه وبالسلامه يا اجمعين. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله، والشعب الفلسطيني بخير وبصحه وسلامه ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم. سلام.